20 حيث تنطلق الأسماء والشعارات، حيث ينطلق الباحثين عن الفوز، الباحثين عن الانتصار. لأتقدم مباشرة مع أول المراكز المتقدمة، أول المراكز المندفعة، من يبحث عن الجزلة، من يبحث عن النوماس، ولا شيء غير النوماس. جزل مع مقدمة الشوط العامري صغير بن عبد الله بن بدر العامري، من يقدم لنا الجزل مع المركز الأول ومع صدارة الشوط، ومن يفتتح النداء في هذه اللحظات النقل إلى المركز الثاني لأتابع أحد الأسماء المنطلقة المندفعة الباحث أنه الطاير علي بن مبارك بن محمد العامري، من يقدم لنا الطاير مع المركز الثاني. المركز الثالث أرى وأتابع من يحمل الرقم 20، إنه نشوان يا نشوان، من يتقدم مع نشوان. صباح بن محمد بن سعيد العفاري، من يقدم لنا نشوان مع المركز الثالث. المركز الرابع هنالك الأسماء الواصلة، هناك طوفان أحمد بن حمد بن مبارك بن سالم الشامسي، من يقدم لنا طوفان مع المركز الرابع. بينما المركز الخامس أرى وأتابع النشمي، من يصل في هذه اللحظات. عبد الله بالطير بسهيل العامري، من يقدم لنا النشمي مع المركز الخامس. المركز السادس انتقل لأتابع الوصول والحضور في هذه اللحظات من راهي العامري، راهي سهيل بسالم بسليم بالورع العامري، من يقدم لنا راهي مع المركز السادس. المركز السابع أرى وأتابع هنالك انطلاقة كراء لعبد الله بن طالب بن محمد بن شريم المري. بينما المركز الثامن أرى وأتابع الأسماء الواصلة، الأسماء المتقدمة في هذه اللحظات، إنه الأسد يأتي مع المركز التاسع في هذه اللحظات، من يحمل الرقم 17 بالفعل، إنه الأسد من يتقدم مع المركز التاسع. المركز العاشر أرى وأتابع هنالك الوصول، من يحمل الرقم 29 في شوطنا الرابع، يأتي في هذه اللحظات الأسماء المتقدمة والأسماء الواصلة والمندفعة والباحثة عن الانتصار وعن النقطة الغالية والنقطة الثمينة في هذا المهرجان الكبير والمهرجان الغالي على قلوب الجميع. إذن المركز العاشر هنالك بنتلي، من يأتي محمد بن عوض بن عبيد بن محمد البلوشي، من يقدم لنا بنتلي. المراكز أيضا الواصلة والمتقدمة في هذه اللحظات، الوصول من العابر رياض بن ثامر السعدون، من يأتي مع العابر، ومرحبا بك يا سعدون، من يقدم لنا العابر. وأيضا هنالك من انضم لقائمة النداء، أنه طايش مطر بن سهيل بن علي اليبوني الظاهري، من يأتي ويظهر في هذه الأمتار. ولكن أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى المركز الأول، أعود إلى الطاير اللي غير مقدمة الشوط واستلم زمام الأمور. الطاير مع المركز الأول، الله يا راعي الطاير، الله يا بن مبارك يبحث عن السلامات، يبحث عن الانتصارات، يريد أن يغادر بهذا النوماس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن المنافسات صعبة والأسماء قوية. يا راعي الطاير، يا بن مبارك، يا علي، يا بن مبارك يا بن محمد، يا العامري، يحضر العامري مع هذا الشعار، يحضر مع الإبداع دائما وأبدا في هذا اليوم، في يوم الإبداع، في يوم الثنايا، حيث تحضر الشعارات ويحضر الطاير مع المركز الأول. بينما المركز الثاني ينتقل ليتابع هنالك جزل صغير بن عبد الله بن بدر العامري، من يقدم لنا جزل مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث هنالك الشامسي وصل مع طوفان.
طوفان طوفان طوفان، من يأتيك الطوفان؟ أحمد بن حمد بن مبارك بسالم الشامسي والمركز الرابع. رابعا هنالك الظاهري، وصل وصل مالك طايش طايش طايش، مطر بن سهيل بن علي اليفوني الظاهري واصل مع طايش مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس من الجانب الآخر هنالك من يحمل الرقم 17 يا متابعين، إنه الأسد 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 الأسد، هل سيكون له من اسمه نصيب؟ الأسد يا العامري، حمدان بن محمد بن حمد بن محمد العامري من يقدم الأسد، ولكن ما نتسلل هنا، هنا الجذاب الجذاب الجاذب للأنظار الجاذب للانتصارات، وسلالة الجذاب تحضر وتحضر سلالة الجذاب، والكل يعرف سلالة الجذاب. راشد بن علي بن راشد الغيثاني المري من يقدم لنا الجذاب في سادس المراكز. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة، للمراكز الباحثة عن الانتصار عن النوماس. وكما تشاهدون هذا الحضور الكبير وهذا التجمع من الثنيان القعدان، الثنيان الحاضرة والمتواجدة والمنطلقة والباحثة عن الانتصار وعن السلامات وعن النوماس، ولكن مقدمة الشوط ما زال مع المركز الأول، ما زال الطاير 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 ما زال مع مقدمة الشوط، ويتقدم مع الطاير علي بن مبارك بن محمد العامري العامري العامري، من يقدم لنا الطاير، من يحتل المركز الأول، من يحتل صدارة الشوط، من يقود هذه الأسماء، من يقود القعدان في هذا في هذه الانطلاقة وهذا الدفاع الكبير. ولكن ولكن من بدأ يقترب مع المركز الثاني، من بدأ يقرب ويقلل فارق المسافة والثواني، هنا هنا الشامس والواصل مع طوفان، طوفان يا طوفان، من يقدم لنا طوفان؟ أحمد بن حمد بن مبارك بن سالم الشامسي، يا الشامسي يا الشامسي، والواصل مع طوفان المركز الثالث. هنا هنالك انطلاقة جزل صغير بن عبد الله بن بدر العامري من يقدم لنا جزل مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع هنالك الأسد حمدان بن محمد بن حمد العامري من يقدم لنا الأسد مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس من يحمل الرقم 16 هنا في هذه اللحظات ينطلق طايش، مطر بن سهيل بن علي اليبهوني الظاهري مع خامس المراكز. المركز السادس أرى وأتابع أيضا الأسماء التي بدأت تقترب، الأسماء التي بدأت تندفع وتصل في هذه اللحظات. هنالك الجذاب راشد بن علي بن راشد الغيثاني المري من يقدم لنا الجذاب مع سادس المراكز. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة كما تشاهدون متابعينا في كل مكان، محبي وعشاق هذه الرياضة العربية الأصيلة، هذا الموروث الأصيل الذي توارثناه أبنا عن جد، وحيث الحضور وحيث الدعم الكبير لهذا الموروث الأصيل الحاضر والمنطلق في هذا الصباح ضمن هذا المهرجان الكبير الذي حظي بدعم كبير، جوائز نقدية ضخمة للعشرة المراكز الأولى. الله يا هذه الأسماء المنطلقة ويا هذه الأسماء المندفعة الباحثة عن الانتصار الباحثة عن السلامات، ولكن ما زال العامري 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 ما زال يسكن مقدمة الشوط، ما زال مع المركز الأول، ما زال مع الطاير، والطاير الطاير ما زال طائرا مع مقدمة الشوط، طائرا مع المركز الأول مندفعا الطاير. الله يا علي يا بن مبارك يا بن محمد يا العامري يا العامري، من يقدم لنا الطاير؟ من يقدم لنا شعاره؟ من يقدم لنا إبداعات الطاير مع المركز الأول؟ بينما القادم القادم هنالك الخطر هنالك الخطورة، من القادم؟ إنه الأسد 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 حمدان بن محمد بن حمد بن محمد العامري، وصل الأسد مع ثاني المراكز، وبدأ التهديد من الشعارات التي بدأت تقترب، التي بدأت بالأوامر الصوتية
الأوامر المبدئية من أجل الانطلاق إلى حدود المقدمة، إلى حدود الخطر، في دائرة النداء، في دائرة النداء للمراكز المتقدمة. ولكن النوماس يحتار ما بين الأسماء، يحتار من يختار ما بين الأسماء الواصلة والمتقدمة والحاضرة. ولكن هنا الوصول من طايش مطر بالسيل بن علي اليبهوني الظاهري، وأيضا هنا الوصول من الجذاب راشد بن علي بن راشد الغيثاني المري مع المركز الثالث بشعاره الأحمر المنطلق. واشتعلت المعركة في آخر الأمتار ما بين الشعارات في المنعطف الأخير، المنعطف الحساس. الله 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 الله. ولكن الجذاب استلم زمام الأمور، الجذاب استلم زمام الأمور لينطلق مع المركز الأول. يا راشد يا راشد يا بن علي يا بن راشد يا المري، ولكن ما نتسلل وصل في هذه اللحظات. المنصوري مع الشقردي، سلطان يا سعيد يا بن غانم يا بن ريو، يا المنصوري وصل مع الشقردي، الشقردي الشقردي يا سلطان. ولكن من الشقردي في هذا الشوط، من الشقردي من اللي يحضر بالأداء. ولكن الجذاب مع المركز الثاني يحاول أن يعود. الله يا راشد يا بن علي يا بن راشد يا المري، أيضا المركز الثالث. هنالك الوصول من الأسد، أسد آخر محمد بن راشد بن جلمود الفيد المري في شوط الأسود، في شوط الأسود، في شوط الإبداع. ولكن من الجانب الآخر هنالك من هنالك العفاري مع شاهين سعيد بن حمد بن محمد بن مية. العفاري يا بن مية يا بن مية يا العفاري يا مالك شاهين. من تسلل في هذه اللحظات؟ من انطلق. الثلاثية الذهبي اتشكلت ما بين الأسماء، اتشكلت ما بين شاهين وما بين الجذاب وما بين الشقردي. ولكن هذا والله الشقردي، هذا النشمي والله شاهين، يا شاهين ما شاء الله تبارك الرحمن. سعيد بن حمد بن محمد بن مي العفاري راح بالانتصار وقفل على الشوط. والله قفل سعيد يا بن حمد يا بن محمد يا العفاري، اسعد الله صباحك بكل خير. يا مالك هذا الشعار، يا مالك شاهين، يا مالك الابداع. والسلامات تذهب الى دولة الامارات العربية المتحدة. سلامي عليك راعي شاهين المركز الثاني. وصل في المركز الثاني الجذاب راشد بن علي بن راشد الغيثاني المري. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام وفي كل مكان، هكذا كان الحضور، هكذا كان الإبداع حاضرا ومتواجدا ومنطلقا فيه شاهين المملوك لسعيد بن حمد بن محمد بن مي العفاري الذي قام في آخر الأمتار بحضور وإبداع وتسلل جميل وملحوظ مع آخر الأمتار ليظفر بالانتصار. التوقيت الزمني 13 دقيقة 20 ثانية 37 جزء من الثانية. تهنئة ألف مبروك لمالك شاهين سعيد بن حمد بن محمد بن مية العفاري على هذا الفوز والانتصار بين محلة في المركز الثاني. الجذاب المملوك لراشد بن علي بن راشد المري 13 دقيقة 24 ثانية 83 جزء من الثاني. المركز الثالث وصل فيه ثالث المراكز، وصل في المركز الثالث يا مخرجنا عزيز الطاير علي بن مبارك بن محمد العامري 13 دقيقة 26 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا والف مبروك بينما حل في المركز الرابع الشقردي سلطان بن سعيد بن غانم بن يريو المنصور. إذا مشاهدينا متابعينا هكذا كانت المنافسة حاضرة.